إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه العبارة حكمة من الحكم، قدرت من عالم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إرشاد وتوجيه للأمة أن يأخذوا دينهم عن أهل العلم العاملين به، السائرين على نهج السلف الصالح في العقيدة والشريعة، ولا يجوز لهم أن يأخذوا علمهم عن أهل البدع والأهواء والضلالات، ولا يجوز لهم أن يأخذوا علمهم عمن فقدوا العلم. وإن ادعوا، فالمبتدع لا يؤخذ عنه العلم ما دام يوجد صاحب سنة، ولا تخلو الأرض من صاحب سنة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ولا يؤخذ العلم عن جاهل، إذ أن هذا سيكون في آخر الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم من قلوب العباد انتزاعا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا وسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن مفاد هذه الحكمة باختصار أن المسلمين والمسلمات يجب أن يأخذوا العلم الشرعي عن العلماء الربانيين الذين أئمتهم السلف الصالح علما وعملا عقيدة وشريعة، ولا يأخذ العلم عن أهل الضلالات والأهواء والبدع وما أكثرهم في هذا الزمن، إذ قد تعددت المذاهب الهدامة وتعددت الأحزاب والفرق، وكلها خرجت بقليل أو كثير عن منهج السلف. إذن لا نأخذ العلم إلا عن أهله، كما هو مفاد هذه الوصية وهذه الحكمة التي تشهد لها نصوص الكتاب والسنة.